حب الجمهور حاجة كبيرة بزاف بزاف، وكنشكر ناس فاس بالخصوص على الدعم ديالهم والحب ديالهم واستقبالهم ليا في المكان جي الفاس. صراحة كنقول لهم شكرا لكم بزاف، وان شاء الله الدنيا دائما تكون عند حسن ظنكم. الناس تحمست بزاف غير من البروموشن ديال الأغنية، وهذا الا كان كيدل على شي حاجة كيدل على ان الناس متعطشين انهم يسمعوا الجديد. دونك زيديني ان شاء الله غتنزل في القريب العاجل، انا متأكدة انها تعجب الجمهور ان شاء الله. شوف ملي كنت غلاده بزاف كان جميل الوجه ديالي كيف غلاده بزاف وكنبان كبيره في العرش، فقررت انه ندير شويه سبور ونهتم براسي اكثر واكثر. فملي اهتميت براسي كنظن لانه هاد الرشاقه حاليا هي لا مود، ما بقاش داكشي اوفر، فلهذا اصريت انه نقص. نجا تعتبو من الفنانات اللي انا كنحماق عليهم، كيعجبني الاغاني ديالها بزاف بزاف، سورتو هذيك دبابينا كبرنا عليها ملي كنا صغار، وانسانه طيبه، فنانه محترمه وخلوقه بزاف بزاف، تتبغي الخير لكاع الناس، وانا عزيزه عليا شخصيا كنحماق عليها. الشعب التركي والشعب السوري قلوبنا معكم، وكنتاسف على داكشي اللي وقع، ولكن قدر الله وما شاء فعل، هذه مشيئه الله سبحانه، ما نقدروش نعترضوا عليها. وكنقول للناس اللي باقين على قيد الحياه، الله يحفظ لكم وليداتكم ويحفظ كل الشعوب يا ربي، واللي توفاه الله يرحمهم، والله يحفظ بلادنا ملكا وشعبا يا رب.